نستكمل إن شاء الله شرح أحكام المواريث وحديثنا النهاردة عن أحكام الحجب في الميراث، فما معنى الحجب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالحجب هو أن يمنع الوارث من الميراث بعدما كان أهلا له لوجود وارث آخر أولى منه بالميراث فيحجبه، يعني يمنعه من أن يرث هذا النصيب كله أو بعضه. لماذا؟ لأنه أولى منه. فالورثة بينقسم من حيث الحجب إلى ورثة لا يحجبون، وورثة قد يحجبون حجب الحرمان، قد يحجبون حجب النقصان ولا يحجبون حجب الحرمان، وورثة يحجبون حجب نقصان وحرمان. وعلى هذا فعلينا أن نعرف أن الورثة منهم من لا يحجب أصلا، من لا يحجب أصلا يعني لا يرد عليه أي نوع من أنواع الحجب. طيب من هؤلاء الورثة؟ من أصحاب الفروض، وأولهم من أصحاب الفروض الأب. الأب لا يرد عليه لا حجب النقصان ولا حجب الحرمان. حجب الحرمان يعني ان هو ما يرثش نهائيا، حجب النقصان انه يبقى ليه نصيب معين ينزل لنصيب اقل منه. طيب لماذا الاب لا يحجب لا حجب الحرمان ولا حجب النقصان؟ اولا لان الاب لا يحجب حجب حرمان من الورثه الذين لا يحجبون حجب الحرمان. طب من الذي لا يحجب حجب الحرمان بدايه؟ ست ورثه. ست. وهم اقرب اقارب للمتوفى، وهم الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجه. أب وأم، بنت وابن، والزوج وزوج. هؤلاء لا يحجبون أبدا حرمانا. قد يحجبون حجب النقصان ولكن لا يحجبون حجب حرمان. طيب لماذا؟ لأنهم أقرب الأقارب المتوفى. هؤلاء الستة لا يجتمعون في مسألة واحدة ولا يحجبون حجب الحرمان. مين من الستة ممكن يجتمعوا؟ خمسة، ممكن نجمع خمسة في مسألة واحدة. طب ليه السادس لا يجمع معهم؟ لأنه المتوفى إما زوج وإما زوجة، ولا يجتمع الزوجان معا في الميراث. طيب حجب الحرمان هو أن يحجب الوارث عن كل نصيبه، لا يرث شيئا لأنه حجب حجب الحرمان. طب لماذا الأب لا يحجب حجب الحرمان ولا حجب النقصان؟ لأنه ليس له نصيبين، له نصيب واحد، يعني يرث الثلث فقط. إذن فليس له نصيب أكبر ونصيب أقل، حتى نتصور أنه قد يحجب حجب نقصان من النصيب الأكبر إلى النصيب الأقل. بخلاف الأم مثلا، الأم يرد عليها حجب النقصان. لماذا؟ لأن لها نصيب كبير ونصيب صغير، النصيب الكبير الثلث والنصيب الصغير السدس، فقد تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، لكن لا تحجب حجب حرمان. لا تحجب حجب حرمان. الستة اللي هناهم دول هؤلاء يحجبون حجب حرمان، ولكن قد يرد على بعضهم حجب النقصان. طيب عندنا ورثة يحجبون حجب حرمان ولا يحجبون حجب نقصان. في من الورثة من يحجبون حجب حرمان ولا يحجبون حجب نقصان. مثل مين؟ مثل أولاد الأم والجدات. أولاد الأم والجدات. ليه؟ لأن الجمع من أولاد الأم لهم الثلث، والمنفرد له السدس، والجدات لهن السدس. إذن فليس هناك نصيب أكبر ونصيب أقل. ولكن إذا ورد عليهم الحجب يحجبون حجب حرمان. طيب من الذي يحجب أولاد الأم؟ الذي يحجب أولاد الأم الفرع الوارث مطلقا او الاصل الوارث المذكر. يعني لو كان عندي اولاد ام جمع لهم الثلث، ولكن اذا كان معاهم بنت او بنت ابن او ابن او اب ابن أو جد، كل هؤلاء يحجبون اولاد الام من نصيبهم كله حجب حرمان. ولو كان واحد من اولاد الام يعني اخ لام او اخت لام وله السدس، أيضا يحجب من نصيبه كله لوجود واحد من هؤلاء. طيب اتعلمنا من حضرتك دلوقتي أن الإنسان اللي لا يحجب حجب نقصان هو اللي بيبقى ليه نصيب واحد فقط. صحيح. يعني السدس مثلا فقط، الثلث فقط مثلا يعني. نعم.
فلذلك هو لما بيحجب بيحجب حجب حرمان مباشرة. صحيح. ده إذا كان أساسا من يحجبون يعني في الميراث. نعم. صحيح. طيب حضرتك كمان أشرت إن أولاد الأبناء لأم. أيوة. ولا أولاد الأم؟ الاثنين صح على فكرة. آه. ممكن يعني ممكن نقولها أولاد الأم وأبناء الأم والإخوة لأم. والإخوة كل لأم. هؤلاء يطلقون على الإخوة من أم إذا تزوجت بزوج آخر غير أبو أولادها. نعم. وأنجبت من الآخر. نعم. فلو توفي واحد من أولاد الزوج الأول فالآخرين بالنسبة لهم إخوة الأم. ولو توفي واحد من أولاد الزوج الثاني فأولاد الزوج الأول بالنسبة لهم إخوة الأم. نعم جميل جدا.